أود أن أسأل حيدر. حيدر، أنت يمك شيف، فبالتالي ممكن هي تجاوبني بشكل أو بآخر. أنت شلون تعرف هاي كليتشة أم التمر، هاي كليتشة أم الحلقوم؟ لأن هواي من الشيفات أو اللي يطبخ الكليتشة ينزعج لما يشوف كل الكليتشات معضبة، فبالتالي شلون أنت تعرف هاي أم التمر أو شلون تختبرها يعني؟ لا مو هي مبينة. شلون مبينة؟ أقول خل أعطيك مثال. يلا. لا أنا أعطيك طريقة إذا تريد. لا السباع هاي اكو يعني اذا ما تكون مغطايه كامله مبينه اذا تمر. لا اذا مغطايه شو تسوي؟ اذا مغطايه شوف غالبا يكسرها ويحطها يضمها واحد يشوفها. لا مو غالبا الكليتشه ما تكون مغطايه 100%. راح اشوف بطرفها مثلا طالع شويه تمر، طالع شويه 100%. طالع شويه حلقوم، فانت هيك تفحصها داير مداير 100%، شوف اللون الظاهر عليها من برا تعرف كليتشه لو تمر لو حلقوم. ممتاز. انا قبل لا اسلمكم الجو بس احب اقول الى نقطه معينه، واكيد الشيف زينب تعرفها للمشاهدين هاي المعلومه، انه احنا ممكن بالعود الخاص بالاسنان صح نضغط شويه على الكليتشاي راح يطلع اللي بداخلها سواء ام الشكر ياسر او يعني ياسر وانا قاعد انتظر اجيب عود مال اسنان وافحصها هيجي والله هي تكون يمها العلبة مفروض مثل ما قال زينب اكسرها وخليها على الصفحة مو أحسن مما تكون معضعضة، فبالتالي هذا الشيء يستفز الناس. لا لا غالبا الكليتشة اللي تكون بحشاية تمر تكون يعني قاسية أكثر يابسة حيدر أنا عرفت من أم الحلقوم، فتقدر أي هيك تفحصها مثلا يعني من جوابك عرفت أنه أنت عمرك ما مسوي كليتشة. تدري منو اللي تضيع علي في المرة؟ طبعا ايه؟ أنا أم التمر ما أحبها، أحب حلقوم وأحب البجوز اكثر شيء بالدرجه الاولى، فدائما المقلب اللي يصير علي الجوز المبروش ولب الجوز، هذا انا ما اقدر افرق بيناتهم تماما. ممتاز. فانت اكل اول وحده ولك الله، هي تبين بعدين.